إذا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتابعين والمتابعات. إذا احنا الآن في تورناج ديال الفيلم ديال العبد المخرج الإله جوهري، وكان مجموعة ديال الفنانة سحر صديقي ومحمد الأثير نجوم مغاربة المشاركين، كذلك كان مجموعة ديال المواهب والطاقات يعني هنا في مدينة وجدة تعطات لهم فرصة. معنا السي وليد مفتاح، كانت هذه هي التجربة الثانية ليه بعد ما كان ديجا تورنا مع رشيد، مع السي رشيد الوالي بطبيعة الحال كنحيوه. إذا اليوم غادي نتعرفوا على السي وليد والمسيرة الفنية ديالو، نتمنوا بطبيعة الحال التوفيق. خويا وليد مرحبا بك بنا معنا المباشر. بارك الله فيك خويا، وكنشكر شوف تي في، والحمد لله هذه ثاني تجربه ليا مع سي عبد الاله الجوهري. الاول تجربه ديالي مع السي رشيد الوالي اللي تلتحت لي الفرصه باش الحمد لله يعني واحد التجربه كانت زوينه مع السي رشيد، ومن تما كاين المسيره الحمد لله غاديه مع مع الناس يعني الحمد لله، يعني واحد ود المنطقه ديال وجده اللي التجربه ديالو يعني قليل في ولاد المدينه اللي كيعطي لهم بحال نقولوا اللي عطات لهم الفرصه. خويا وليد، قبل ما غادي نهضروا على التجربه ديالك مع رشيد الوالي اييه الجوهري، قلت انت يا كثير التواجد في الانشطه وليزيفينمون، تبارك الله عندك اصدقاء فنانين، شنو السر ديال هذاك الحب ديال الفنانين للوالد؟ شنو هو السر ديالك؟ الثقه، الثقه والمحبه، انت خصك تكون محبه للناس، يعني الناس كما كنقول لك خصك تكون مزيان باش الناس تكون بطبيعه الحال، وتكون معقول، وتكون يعني غادي في واحد المسيره. الا بغيت لواحد المسيره ربي يوفق لك عليها، خص بطبيعه الحال تكون غادي معقول، واي حاجه ربي كتكون معك الحمد لله، يعني اي حاجه في الطريق اللي كتكون باغي واحد الحاجه توصلها غادي توصلها. تبارك الله. ولي شكون اول واحد امن بالموهبه ديالك؟ اول واحد اللي امن بالموهبه ديالي هو السي هشام رشيد الوالي، السي هشام الوالي والسي رشيد اللي اول تجربه ديالهم، والحمد لله يعني كانت هذيك التجربه زوينه اللي كنا تورناج اللي كان ما بين الفيقيق وجده جراده، وتحت لي الفرصه الحمد لله، يعني واحد التجربه اللي كانت جميله، ما كناش يعني في واحد التورا كنا بحال العائله الحمد لله، يعني كانت تجربه رائعه كما بطبيعه الحال. والسي رشيد واحد الانسان اللي انت فين تعرفت عليهم؟ هضر لي شويه على الكواليس ديال تعرفت عليهم اول مره، كي درت باش طلعت معاهم؟ كانوا مهرجانات كتعرف على ممثلين، كتعرف على بزاف الناس، وكنشكر السي خالد سلي هو اللي الحمد لله كيلاقينا مع ممثلين، وكيلاقينا بزاف مع فنانين كبار تبارك الله، اللي اللي تحيه لهم هذا المنبر، والحمد لله يعني المهرجان هو اللي كيبينك المحبه ديال الناس كتلاقى معاهم، وبزاف الصوالح يعني اللي كنا بحال العائله في مهرجان، يعني تما كدير يعني كدير معارف مع الناس، ويعني وكدير علاقات معاهم، ولتحت الفرصه الحمد لله جاوا افلام هنا لوجده، واول تجربه ديالي مع السي رشيد، وثاني تجربه دابا مع السي عبد الاله الجوهري الحمد لله، ونتمنوا مازال جاي الخير القدام، واي واحد نتمنوا له الخير. بالنسبه لك انت يا حنايا لاحظنا اول مره كنشوفوا لانه افلام كيتصوروا هنا في المنطقه الشرقيه، يعني شنو هو الاحساس ديالك وشنو الرساله تبغي توجهها للمنتجين ومخرجين اخرين اللي كاينين هنا؟ الحمد لله، الحمد لله عندنا المنطقه ديالنا الشرقيه فيها مناظر اللي زوينه، واي واحد كيتمنى يعني يعيش في هذه المدينه، وانا انايا من هذه النقطه اللي كنقولها للناس، هذه المدينه خصكم تجيو تكتشفوا فيها، فيها مواهب جميله، وفيها فنانين، فيها ممثلين، فيها رسامين، كاين ما يقولوا يعني غير هنا ما عطي يعني واحد الفرصه ما عطيتش الناس باش يعني تساعدوا معاهم، يعني ما كانش لي كاستينغ فوالا بطبيعه الحال. هذا الشيء علاش بمسافه اللي يعني بحال نقولوا الطريق ما بين كازا ولا الرباط راه مسافه، باش غيجيبوا واحد الكاستينغ حتى لوجده راه كتكون بطبيعه الحال مسافه بعيده، يعني خصك تطلع حتى للرباط. هذا هو، وكاين اللي كل واحد الامكانيات ديالو، كاين اللي يبغي مسكين يشارك، وكاين اللي ما يعني الامكانيات ديالو ما غاديش يعني ما غاديش يقدر باش يمشي. بالنسبه لك خويا وليد، انت مستقبلا واش باغي تزيد يعني تطور المواهب ديالك، تزيد يعني تطمح انك يكون عندك انت شي دور ديال البطوله ولا؟ ان شاء الله، ان شاء الله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، نتمنى وبجهد الله. يعني انا عارف انت
كلشي نهارها ان شاء الله. ان شاء الله كلشي ممكن بطبيعه الحال. الله يحفظك اخويا طارق. كنشكر السي طارق والسي حجي، بارك الله فيكم وشكرا. شي كلمات بغيت تقولها للجمهور الوجدي والناس اللي كيبغيوك؟ لقاش انت محبوب في هذه الوجده، كلشي كيبغيك. الله يحفظك اخويا طارق. الناس تاع المهرجانات ولا السلطه ولا كلشي، شنو كتبغي تقول كاع للناس اللي شجعوك واللي وقفوا معاك؟ الرساله تبغي توجهها لهم والناس اللي فاقدين الامل في الموهبه ديالهم، واش تبغي تقول لهم؟ شوف، الا بغيت واحد الموهبه كافح عليها والله حتى توصل، واخا غادي تكرفص ومنا، ولكن ربي الا انت كنت هذيك الموهبه كتحبها غادي توصل لها، ولكن تكون من القلب. ونتمنى اي واحد وجدي نتمنى له الخير، والحمد لله مازال في وجده عندنا ما يقولوا، عندنا فنانين والحمد لله. انا واحد المنطقه الوجديه كنشكر كاع ولاد مدينتي، وانا الحمد لله كنت كنمثل مدينتي كوالد، الحمد لله كيحبونا الناس، وهذا الشيء شرف لينا. علاش؟ الثقه ديالنا اللي خلاتنا كيحبونا الناس في وجده، هذا هو الاساس. الحمد لله. شنو هو الاحساس ديال العائله ديالك كي شافوك؟ بطبيعه الحال احساس كبير ما بين الوالدين وما بين العائله، راه واحد الاحساس ما تصورش. هذا يعني احساس الحمد لله، يعني راه اي واحد كيتمنى يكون في واحد الشاشه اللي يكون مع ممثلين كبار، ويعني اول تجربه كتكون مع ممثلين تبارك الله اللي واصلين لمستوى بحال السي عمر لطفي، السي استاذ سحر صديقي، بزاف فنانين اللي تبارك الله راه ماشي سهله. فهمت عليك الاحتكاك، كتخدم مع كينصحوك بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هذه راه نص، يعني شوف ديما واحد الانسان اللي فايتك في الدومين ضروري خصك تصنت له وكتسمع له هو اللي فايتك في التجربه، يعني كتحاول كما كنقولوا تاسبيرا بهم. بطبيعه الحال هذه راه اساسيه، واي واحد يعني حتى شوف راه فنانين كبار تبارك الله وتا هما كيتعلموا، وحنا مازال بحال حنايا غير تلاميذ ومازال كنتعلموا ونزيدوا نتعلموا. شكرا سي وليد.